هناك يا أخوة يعني من المؤمنين من تعلق بالله حقا، من يحبون الله حقا، من هم باتصال دائم وحي، هم يعيشون جنة الدنيا. هناك من دخل هذا العالم، لذلك يعبر أحدهم يقول: لو أن المعرفة، يقصدون بالمعرفة الولاية، لو أن المعرفة نقشت على شيء لمات من رآها من حسنها وجمالها. هذه الكلمة التي تكلموا عنها، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لو أن الملوك وأبناء الملوك يعلمون ما نحن فيه من سعادة لقاتلون عليها بالسيوف. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله في القرآن يعلمنا أن الله قريب، وأن الله مع المحسنين، وأن الله ولي الذين آمنوا، وأن الله ينصر من ينصره، وأن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. آيات بحر، القرآن من أول إلى آخر يربطنا بالله سبحانه وتعالى، ويخبرنا جل وعلا أن الذي يصبر ويجاهد نفسه ويترك المحرمات ثقة بالله، الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه. المؤمن موحد لا يرى إلا الله، يرى أن القوة كلها لله، لا يشرك بالله أحدا، لا نبيا مرسلا، ولا ملكا مقربا، ولا وليا في قبره صالحا، إنما اتجاهه واتصاله بالله الواحد القهار، لأنه يعلم يقينا أن الله هو الأرحم، وهو الأقرب، وهو الرؤوف الودود الأكرم سبحانه وتعالى. فلا يذهب إلا لله، ولا يطلب إلا من الله، فهو بالله ومع الله وإلى الله. نسأل الله العظيم أن يقربنا وأن يجعلنا في أعلى عليين مع النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.